يا قوم، أنسيتم بني هاشم وبني عبد المطلب إخوانكم وأبناء عمومتكم؟ أنسيتم أنهم من قريش؟ كيف تأكلون الطعام وهم وأبناؤهم يموتون جوعاً؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. كذبت، والله لن تشق. أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. صدق والله زهير، لا نرضى بما جاء فيها ولا نقر به. صدقتم وكذب من قال ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. ما ضيقنا عليه الخناق مرة إلا وخرج منتصرا. كيف نحاربه؟ كلما فكرت بطريقة أحارب بها محمد وجدته أقوى مني فيها. تتكلم ذلك يا أبا سفيان وأنت عقل قريش المدبر وأذكى أذكياء تجارها؟ ليس للذكاء معه حيلة يا أبا الحكم، فهو صادق مع نفسه ومع الآخرين، والصدق صخرة صلبة يصعب تفتيتها. ألسنا صادقين أيضا يا أبا سفيان؟ أجل يا أبا الحكم أجل، لكنه راسخ الإيمان في دعوته، صادق في نقلها إلى القلوب، يعرف كيف يغرسها في رؤوس الناس. كأني بك لا ترى سبيلا إلى غلبته يا أبا سفيان. بعد فشل المقاطعة وخروجهم من الشعب، علينا أن نعيد النظر في مواقفنا. ماذا تعني يا رجل؟ صبرهم على محنة الحصار يا أبا الحكم، وصبر بني هاشم وبني عبد المطلب معهم وهم على غير دينهم، جعل قلوب العرب تعطف عليهم وتشمئز من قطيعتنا وحصارنا لهم. وها هم أبناء القبائل يفدون إلى مكة تباعا يسألون عن محمد ويدخلون في دينه. أترى أننا لم نحقق بقطيعتنا وحصارنا لهم هدفا واحدا من أهدافنا؟ عكس، زدنا الأوضاع سوءا وقوينا شكيمة محمد. تتحدث وكأنك فقدت الأمل بقريش يا أبا الحكم. لا، لكن خطر محمد كبير، أردنا القضاء عليه، علينا أن نكبر بنفوسنا وأفكارنا. فالتف الناس حولنا وينبذوا محمدا. انتهت أيام القطيعة وعاد أتباع محمد إلى مكة وكأن شيئاً لم يكن بينهم وبين قريش. إنهم يبيعون ويشترون ويجبون الأسواق، هدوء في كل سوق وكل بيت، لا تعذيب ولا سخرية ولا شجار، فالجميع في مكة أبناء عشيرة واحدة. صحيح أن الحالة هادئة يا تاجر الأصنام، ولكنه هدوء مشوب بالقلق، فالأخبار تقول بأن أبا طالب مريض، وإن ثقل عليه المرض فإن محمدا سيفقد حصنه الحصين. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن ألا ترى معي أن أتباع محمد يزدادون يوما بعد يوم؟ فمنذ انتهت القطيعة وكثير من الأعراب يتوافدون على مكة بحثا عن محمد ليعتنق دينه، فإن فقد محمد عمه أبا طالب فإن لديه اليوم من الأتباع ما يجعله قويا. تفضل تفضل يا أخ العرب، تفضل تفضل يا أخ العرب، فكل ما عندي من السلاح قوي ومتين. لا أريد سلاحا. تريد صنما؟ لدي كل أصناف الآلهة من خشب وحجر وتمر وعقيق. لا أريد سلاحا ولا أريد صنما، بل أريد محمدا. هل تدلاني عليه؟ سندلك عليه، ولكن خبرنا يا أخ العرب، لماذا تريد محمدا؟ دين محمد هو الدين الحق. كيف توصلت إلى ذلك؟ لو لم يكن هو الدين الحق
لما فضل محمد وأتباعه الموت جوعا في الشعب على تركه. ألا تدلاني عليه؟ ها هي رجال القبائل تأتي مكة تسأل عن محمد. ذاعت دعوته بين القبائل وتردد صداها في بلاد العرب. كيف نوصد الأبواب في وجههم؟ كيف نصرفهم عن محمد؟ كيف؟ لا قدرة لنا على محمد ما دام أبو طالب على قيد الحياة. أبو طالب رجل ميت، المرض يثقل عليه يوما بعد يوم. إنه ميت، ميت. إن مات أبو طالب والأمر بيننا وبين محمد على ما هو عليه، اشتدت فرقتنا وتفسخت وحدتنا. ثم إن المسلمين يتزايدون يوما بعد يوم، فماذا عسانا نفعل إذا قويت شوكتهم واشتد ساعدهم؟ نرضخ لهم ونتبع دينهم؟ صدقت، صدقت يا أبا سفيان. يجب أن نأخذ حذرنا ونحتاط للأمر قبل فوات الأوان. حين ننظر حولنا فلا نجد نصيرا أو صديقا إلا وانقلب علينا وصار مع محمد. يا أبا طالب، أنت منا حيث قد علمت، وقد ثقل عليك المرض حتى تخوفنا عليك. أنت تعلم ما بيننا وبين ابن أخيك، أدعوه يا أبا طالب، نريد أن نعطيه عهدا ويعطينا عهدا أن يكف عنا ونكف عنه، وليدعنا لديننا وندعه ودينه. أدعوه يا أبا طالب، نحن أبناء قومه، نريد له الخير كل الخير، والحياة أخذ وعطاء، فليترك ما ليس له فيه وليأخذ ما هو حق له. ادعوه يا أبا طالب. وكان الحوار بين محمد وقريش بداية ونهاية لأشياء كثيرة في حياة هذه القبيلة. قال أبو طالب لمحمد: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: يا عم، كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات. فرد عليهم النبي قائلا: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. ورفضوا ما عرض عليهم وهم لا يعلمون ما ألحقوا بأنفسهم من ضرر. أما هو
فكانت هذه المواجهة بالنسبة إليه بداية الشوط الطويل الشاق للوصول إلى أنفسهم وعقولهم. إن رفضهم لدعوته لم يضعف همته، بل زاده عزما وتصميما. طالما انتظرنا موته. مات أبو طالب وانتهى أمره وكأنه لم يكن. ماذا يفعل محمد الآن بدون عمه؟ من يحميه منا؟ من يدافع عنه؟ طبعا لا أحد، لا أحد. تراه يفقد الأمل ويكف عن دعوته؟ وهل بقي له من سبيل آخر؟ موت أبي طالب سيشل عقله ويضعف عزيمته. لكن أمر محمد يحيرني. أتدري ما يقولون عن الموت؟ ماذا يقولون؟ يقولون إن الموت ليس نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة، بداية لحياة أبدية خالدة في عالم آخر. أين؟ لا أدري يا رجل، هم يقولون ذلك لا أنا. إذا كان ذلك حقا، فلما لا يلحق محمد بعمه فيريحنا ويستريح. ويواجه الرسول العظيم موت عمه أبي طالب صابراً خاشعاً محتسباً. حرمه الموت أكرم من آواه وأخلص من حماه وأنبل من واساه. ويحزن محمد الوفي الأمين حزناً شديداً، لأن قلبه المرهف يحس بفداحة الخسارة ويعرف قيمة المحبة الخالصة الصافية التي تمثلت في أبي طالب والتي حرم منها بموته. ها هو يفقد كافله وحارسه ورفيقه وسنده وعضده، ويقف النبي وحيداً أمام مفترق طرق، فهل يضعف ويستكين أم يمضي في دعوته لا يبالي؟ لحظات من التأمل والسكون طافت خلالها الأفكار في ذهن النبي، وبدلاً من أن يضعف ويستكين ازداد عزماً وتصميماً، فاندفع في شريان الدعوة دم جديد. كيف أصبح اليوم؟ أشد حزناً من ذي قبل، يلازم بيته ولا يرغب في الخروج. ماتت خديجة ولم يمضي على موت أبي طالب إلا شهر وخمسة أيام. فقد بموت أبي طالب النصير والمجير، وفقد بموت خديجة القلب الكبير. يا رسول الله، أي امتحان عسير لقلبك المرهف، من أين تأتي بالصبر؟ من أين تأتي بالقوة؟ فقدت الزوجة التي أعانتك في البأساء والضراء وغمرتك بالمحبة والحنان، وفقدت العم الذي وقف دائما إلى جانبك ومدك بالعزم والقوة. منذ صغره وهو يفقد الأحبة
الوقت حين يكون في أمس الحاجة إليه، لكنه تعلم أن يتجاوز الألم ويتغلب على الفجيعة، وأن يكون لنا قدوة في صبره واحتماله للشدائد. فدتك روحي يا رسول الله. بلغنا في إذاء محمد والسخرية منه حتى غضب عمه أبو لهب فهب مدافعا عنه. أبو لهب رجل أخرق يغير آراءه وأفكاره كما يغير الأعرابي مكان خبائه، لكنه ما وقف في صف محمد ولا هب للدفاع عنه قناعة منه بدينه، إنما أخذته حمية بني عبد مناف عندما رأى فتياننا يبالغون في إهانة ابن أخيه فهب مدافعا عنه. لا تقلق، فأنا أعرف أبا لهب، غدا يغير رأيه ويلعن محمد من جديد. لكني قلق يا أبا الحكم، فقد قال أبو لهب لمحمد أمام الملأ أجمعين: أمضي لما أردت، واللات والعزى لا يصل إليك شيء حتى أموت. هكذا قال الأخرق؟ نعم، وأخشى أن يتبع أبا لهب آخرون من سادة قريش. لنضيق الخناق على أبي لهب في تجارته حتى يعدل عن حماية محمد ويكون عبرة لغيره. بل نأخذه باللين يا أبا الحكم، فهو واحد منا، لن نستعمل القوة إلا حين تفرغ جعبتنا من كل أساليب الكياسة والسياسة. وإلا اقتلعت عاصفة محمد هذه مالنا وجاهنا قبل أن تقتلع آلهتنا وديننا. أتذهب إليه؟ نعم، وسأحمل إليه سلامك ودعواتك. ومرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فترة عصيبة، فقد أمعنت قريش في إيذائه والسخرية منه حتى يأس من إيمانهم، فذهب إلى ثقيف فردته أقبح رد، فعاد مكلوم الفؤاد يضرع إلى الله ويستعين به. فكان الإسراء والمعراج تكريما ورحمة من الله ليطمئن قلبه وليعلم بأن الله لن يتخلى عنه أبدا. وانتشر الخبر بين الناس، أما المؤمنون فزاد إيمانهم، وأما المنافقون فقد تبلبلت أفكارهم واحتارت عقولهم، لم يصدقوا. وكيف تصدق عقولهم شيئا خرج عن نطاق الحواس؟ لكن الإيمان لا يقف عند حدود الحواس، وعقولنا لا تستطيع أن تحيط بكل ما في هذا الكون من أسرار. وكثر الجدل وعظم الأمر، فقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وجلس عند الكعبة يحدث الناس بما رأى في بيت المقدس، وكلما ذكر شيء قال له أبو بكر: صدقت. فما أتم محمد كلامه حتى التفت إلى أبي بكر وقال له: أنت الصديق. سماه الصديق؟ والناس وأهل مكة هل صدقوا حكاية الإسراء هذه؟ هل صدقوا أنه عرج إلى السماء؟
هل صدقوه؟ الناس أخذتهم الدهشة بين مصدق ومكذب، وقد انقسم أصحابه إلى فريقين. فريق ارتد عن الإسلام واتهم محمدا بالجنون والشعوذة، والفريق الثاني آمن وصدق وازداد التفافا حوله كما فعل أبو بكر. إذن هذه فرصتنا يا أبا سفيان. ما خرج محمد بهذه الحكاية إلى الناس إلا لشعوره بفتور حماستهم لدعوته وانفضادهم من حوله. يريد أن يمهرهم ويسلب عقولهم بقدرته على صنع المعجزات، ولكن هيهات له أن تفلح ونحن له بالمرصاد. هيا لنعلن على الملأ أنه مجنون. من يصدق؟ من يصدق أن رجلا يسرى به من مكة إلى بيت المقدس ثم يعود إلى مكة في ذات الليلة؟ لنخرج إلى القوم يا أبا سفيان ونكذبه أمام الملأ. نشد أزر من شق عنه ونكرمهم ونملأ الأسواق والأحياء أفواها تعلن جنونه. حكاية الإسراء هذه فرصتنا يا أبا سفيان. هيا هيا نهود الأمر ونعظمه ونجعل إسراء محمد هدفا لسخرية القوم وتندرهم. ولكن ماذا نفعل بالذين آمنوا به وصدقوا قوله؟ كذبوه يا واقد، كذبوه وسخروا منه. يقولون كيف يذهب محمد إلى بيت المقدس ويعود في ليلة واحدة، والقافلة تأخذ في سيرها إلى هناك شهرا كاملا. كيف؟ وصف بيت المقدس وصفا لا يقدر عليه إلا من زار المدينة. نحن نعلم أنه لم يزرها قط. أبو بكر يعرف بيت المقدس حق المعرفة، وقد قال إن النبي يقول الصدق. كيف تركته يا بلال؟ لابد أنه حزين. أنت تعرف كم عاد مثلوم الفؤاد بعد أن ردته ثقيفة وهوازن ردها القبيح. وها هي قريش تسخر منه وتكذبه، لكن الذي يعذبه يا واقد هو ارتداد بعض المسلمين وتكذيبهم له. هل يئس الرسول من إيمان قريش يا بلال؟ سامحك الله يا واقد، النبي لا ييأس، لكنه يشكو إلى ربه ويلاقيه من صدود الناس عنه وسخريتهم منه وجرأتهم عليه. أي عذاب يتحمله رسول الله؟ إلى متى يا رب؟ إلى متى يا رب؟ إني واثق من نصرة النبي يا واقد، فالله لن يتخلى عنه ولن يخلف وعده له. أليست معجزة الإسراء والمعراج أكبر دليل على ذلك؟ كيف يا بلال؟ كيف؟ كيف؟ أسرى به ليطمئن قلبه وليعلم أنه بعين الله دائما وأبدا مهما ارتدت عنه أتباعه وعذبوه وألموه. لما لا ينزل الله غضبه عليهم؟ أعقر نوقهم، يحرق متاجرهم، يهلك قوافلهم. لما لا يفعل الله شيئا لترعوي قريش وتخاف وتكف أداها عن محمد؟ واقد سامحك الله يا أخي، ما هكذا علمنا النبي؟ لن يدخلوا ديننا قهرا ولا خوفا ولا قسرة،
سنبني قناعة الإنسان كما يبني الفلاح بيته لبنة لبنة. هذا يحتاج إلى صبر فوق طاقة البشر. هل خبرت كل ما في طاقة البشر حتى تقول ذلك يا واقد؟